Ali Confort Jamulti. بزاف منكم اللي كيعرف هدى صدقي الفنانة، ولكن اليوم غادي ندخل ديوركم كإنسانة كتعشق الطبخ. ماشي محترفة وماشي أستاذة، ولكن كنبغي نطيب ونجرب الشهيوات. اليوم بغيت نتقاسم معكم هذا العشق بأطباق ووصفات أغلبها من قلب المطبخ المغربي. اللي مهم بالنسبة لي هو أنها تكون بنينة وسهلة في التحضير، باش حتى نتوما تقدروا تجربوها وتشاركوها مع حبابكم. حنا المغاربه معروفين بالسخاوه، وعزيز علينا نبارطاجيو اي اكله كنفتخروا بها مع القريب ومع البعيد. المطبخ المغربي ولا صورات عالمي بفضل بزاف ديال الاطباق اللي تشهرت في بعض المناطق ديالنا، ومنها الطاجين. داكشي علاش اليوم انا بغيت نشارك معكم واحد الطاجين اللي هو عزيز على قلبي بزاف، اللي هو الطاجين المسفيوي، طاجين سيغاغ اولا طاجين سنور. هاد الطاجين اللي كيجمع ما بين الملوحه والحلاوه وكيجي اكثر من رائع. الناس اللي كيعرفوه داكشي اللي بغيت، والناس اللي ما كيعرفوش هذه هي الفرصه باش يتعرفوا عليه. طاجين سيغاغ اولا الفرخ اولا الصنور، ولكن هو في مدينه اسفي معروف بسيغاغ. عندي هنا الهبره ديال الحوت، عندي فيها 2 كيلو. بالنسبه للعطريه غادي نحتاج الخرقوم بلدي، غنحتاج البزار، سكينجبير، شي شويه ديال القرفه مطحونه، شي شويه ديال الملحه، غنحتاج ايضا شي شويه ديال الربيع، وعندي شي شويه ديال الزعفران الشعره اللي مرقده في شي شويه ديال الماء سخون، ايضا عندي شي شويه ديال السمن، عندي العسل باش غادي نعسل الزبيب من الفوق، عندي هنا الثومه مدقوقه، ايضا عندي زبيب، وعندي زويته بلديه باش غنصب الطاجين ديالي، وعندي البصله البيضاء اللي قطعتها هكا تكون مشنفة. صافي، هاد الطاجين ما كاين ما اسهل منه، وكيجي زوين ولذيذ وكيجي معسل، وفي التحضير ديالو ساهل بزاف. اول حاجه غادي ندير غادي نشرمل الحوت. بغيت نعطيكم واحد المعلومه صغيره، فاش تبغيو تاخذوا هاد الهبره ديال الفرخ ولا الصنور اولا التيغا كيف ما تيقولوا ليه في اسفي، حاولوا ما تاخذوش من الجهه التحتانيه لانه كيكون فيها الصفه، ناخذوا من الراس والجهه الوسطانيه ديال الكرش، هي اللي كتكون عندنا فيها الهبيره زوينه وما كيكونش عندنا فيها الشوك. غادي ندير العطريه، غادي ندير هنا شويه ديال البزار، غادي ندير خرقوم بلدي، ملحه، غادي ندير سكينجبير، وغادي ندير واحد شي شويه ديال القريفه مطحونه، واحد شويه. صافي، غادي ندير هنا شي شويه ديال الربيع، تقريبا قياس واحد معلقه كبيره، ثومه مدقوقه، غادي ندير شي شويه ديال السمن، غادي ندير الزعفران الشعره. السمن والزعفران الشعره كيجي رائع في هاد الطاجين. انا نهار الاول، المهم اول ما كليت هاد الطاجين كنت مازال صغيره، وكانت ماما صوبته لينا، والنهار اللي كتصوبوا ماما ضروري ما كطيبوا لينا في المجمر، وتنقول ويلي الحوت بالبصله والزبيب كيفاش داير، ولكن منين ذقته صراحه رائع. غادي ندير شي شويه ديال الزيت البلديه، وغادي نشرمل هاد المكونات ديالي بحال هكا. صافي، اول حاجه غادي ندير غناخذ شي شويه ديال البصله، غادي نفرش هكا قاعده هنا في الطاجين، باش فاش نبدا نشرمل الحوت اللي شرملته غادي نحطه هنا في الطاجين. صافي، انا هنا شويه الشرموله اللي بقات ليا غادي ندوز فيها هاد البصله هادي على هاد الشكل. كيبقاو الاطباق المغربيه وكيبقاو الطويجنات شي حاجه اللي لا يعلى عليها، ما كاينش شي واحد اللي كيذوق الطاجين المغربي وكيقول لك واو. الطاجين المغربي دائما كنفتخروا به، ودائما كيبقى هو في القمه. كندير البصله هكا من الفوق، وكنجيب الزبيب اللي بطبيعه الحال من بعد ما غسلته مزيان ورقته في شي شويه ديال الماء، ودابا غادي نضيفو هكا فوق البصيله. واخر حاجه غادي ندير هي العسل،
غادي ندير عسيله بحال هكا، وبطبيعه الحال العسل تكون من نوعيه جيده. كنديروا العسل فوق الزبيب باش فاش كيطيب الطاجين، وفي نفس الوقت كتعسل لينا هذيك البصيله وكيتعسل لينا هذاك الزبيب من الفوق. كاينين بعض الناس اللي كيطيبوا الحوت بوحديته وكيطيبوا التفايه بوحديتها. انا صراحه ما كتعجبنيش. ملي حليت عينيا وانا حليت عينيا على الطاجين صغار بهذه الطريقه هذه، البصله والزبيب والحوت وكل شيء كيطيب مع بعضياته وكينسجموا مع بعضياتهم وكيجي طاجين اكثر من رائع. غادي نضيف شي شويه ديال زويته بلديه من الفوق، وغادي نغطي على الطاجين ديالي وغادي نحطو فوق المجمر وغادي نخليه كيطيب 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 حتى كيتجمر وكيوقف لينا في الزويته ديالو وكيتعسل لينا من الفوق. وداك الساعه عنده زوج باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الطاجين صغار. هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين المسفيوي او الطاجين صغار اللي كيجي من ألد ما يكون. ما فيها بس مره الواحد ينوع. كنعرفوا الحوت دائما كيكون بلا صوص طوماط والشرموله والحامض مصير، المهم حتى هو كيجي زوين، ولكن هالطريقه هذه اللي شاركت معكم اليوم كتجي من ألد ما يكون، بداك الزعفران الشعره والسمينه والزبيب والبصله كيجي رائع. بغيت نقول لكم غير واحد المعلومه، كيف ما شفتوا معايا درت بزاف ديال البصله، ولكن راه غير كطيب كدوب وما كتبقاش. كنتمنى هذه الحلقه تكون عجبتكم ونالت رضاكم، ونتلاقاو وياكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. السلام عليكم.